السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أبي أتكلم وأشرح عن وأعرفكم بموقع علا. أول شيء عشان ندخل على موقع علا نكتب بجوجل موقع علا التعليمي. يعتبر علا موقع علا منصة تعليمية توفر لك مواد دراسية معدة من نخبة معلمين الكويت، تساعد الطلاب بمختلف المراحل على التفوق والنجاح. يعتبر الاشتراك في موقع علا لمدة شهر كامل أوفر لك من ساعة كاملة مع مدرس خصوصي. أولا لكي تشترك في موقع علا سوف أذكر الخطوات الآتية. أول شيء ندخل على إنشاء حساب. ممكن أن نشترك في الموقع عن طريق التلفون أو عن طريق الإيميل. سوف أختار عن طريق الإيميل. أول شيء نضع الإيميل الشخصي. وكلمة المرور نتأكد إنها إن نحفظها لكي نتفادى المشاكل عند التسجيل. نضغط على إنشئ حسابي. سوف يتم إرسال الرمز للتأكيد على الإيميل الشخصي. نضع الرمز الذي تم إرساله في الموقع على إيميلي الشخصي. نضع الاسم الكامل. ونضع هل نحن في أي مرحلة، في المرحلة الثانوية أم المتوسطة أم في الجامعة. نضع مثلا في جامعة الكويت.